المساوي هشام مندوب اجراء في شركه ميكومار المريصه وعضو الاتحاد الاقليمي للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل بسهله. اليوم احنا كنقوموا بهذه الخطوه النضاليه وهي خطوه ثانيه كنا بعد سبقتها واحد المحطه نضاليه سابقه اللي خاضوها العمال احتجاجا على تجاهل الشركه للمطالب الماديه والقانونيه للعمال اللي مدروجه في الملف المطلبي العمال. مع الاسف يعني مع عدم فتح اي حوار جدي من طرف اداره الشركه ولا حتى من طرف السلطات اللي تاخرت بزاف انها تدخل على الخط، كانت خطوه نضاليه كانوا خداوها الاخوان عباره عن اضراب واعتصام بحال هذا. دخلت انا ذاك الجماعه عملت مدينه سهله ولمسنا واحد الجديه في التدخل ديالهم وعلى اساسه رفعنا الاضراب ديالنا، الا اننا تفاجئنا بواحد التمويه وبواحد الطريقه ديال الحوار ليست جديه ولا من المسفى اي جديه من لفتح اي حوار جاد ومسؤول حول المطالب الاساسيه. لهذا العمال قرروا انهم يخوضوا هذه المحطه النضاليه من اجل ارضاخ اداره الشركه وجعلها انها تشوف الامر بجديه. حنا الان كنشكلوا واحد النسبه ديال 96% من العمال الشركه اللي مضربين وخايضين هذا الاعتصام في هذه الاجواء هذه من اجل انهم يحققوا على الاقل الكرامه ديالهم، لاننا اصبحنا كنعانيو امور لا علاقه لها بالتعاملات الاداريه. على الشينا وحتى الشينا، على الشينا وحتى الشينا، على الشينا وحتى الشينا، الشركه حضره علينا، الشركه حضره علينا، الشركه حضره علينا، الوقفات الاحتجاجيه اننا نثيروا انتباه السلطات لاجل انها تفتح واحد الحوار جاد ومسؤول اللي يلقى الحل لهاد العمال المضطهدين اللي كيعيشوا ازمات ماديه وكيعيشوا واحد الازمات اخرى كتجلى في الكرامه ديالهم. لهذا كنتمنوا من الجميع انه يدخل الحل لهذه المشاكل وتحيه للجميع. زيدونا في الاجر السلام عليكم. سعدان عبد القادر الكاتب العام المكتب النقابي. هنا حنا واقفين هنا لان سبق لنا وقفنا واحد العدد ديال الوقفات، درنا واحد العديد ديال المراسلات، وقفات احتجاجيه، حملنا الشارع، حملنا ذا، غير باش هاد الاداره هذه تشوف المشكل فين كاين. ما لقيناش اذن صاغيه باش نشوفوا المشكل فين كاين. درنا وقفات احتجاجيه، درنا شارات احتجاجيه، درنا اضراب ودخلات دخل السيد الكاتب العام باش نفضوا الاضراب وفضينا الاضراب باش يكون الحل بالنسبه للمطالب الماديه، ما لقيناش الحل. خذينا عاود واحد المعركه اللي هي دابا حنا دايرينها دابا، ولكن الاداره غياب الاداره غياب تام. لما حنا اعلنا على اضراب ديالنا عاود فاش دخل الاداره وشوف المشكل فين كاين، مشات دخلت خدامه جدد، جابت عاود عمال من مدن اخرى كيخدموا تيجمعوا الزباله وسميتو هذاك رمله وجوهكم. احنا قال لك دير اضراب ولا شغلك هذاك، يعني احنا معتصمين هنا حتى نحقوا الملف المطلبي ديالنا. وحنا راه اليوم ان شاء الله راه مشينا درنا مراسلات على اضراب مفتوح مسحوب باعتصامات امام واحد العدد ديال المراكز، من واحد العدد ديال المؤسسات، منها الجامعه الحضاريه، لان غياب الجامعه الحضاريه غياب تام في هذا الباب هذا في الوقت اللي هي اللي مسؤوله على تدبير المفاوض وعلى هذا، خاصها تكون هي تشوف المشكل فين كاين وتشوف العمال اشنو عندهم. ما لقيناش كاع اذن صاغيه من الجماعه وما قبلوناش كاع، وحطينا واحد العدد ديال المراسلات ما لقينا حتى شي جواب منهم. وكنطلبوا من السيد العامل يتدخل باش يشوف هذه المشاكل هذه. حنا راه مستعدين نبقاو هنا ولو شهر ولو شهرين ولو حتى ثلاث شهور، هذا الشيء باش هذا هو القرار اللي واخذين العمال الحمد لله باش نلبيو المطالب ديالنا وشكرا. Thank you.
Thank you.